لك شباك ما تعرفتيش. شو يا صبايا شو قررتوا؟ بيتزا؟ ايه بيتزا. ولا شو رايك بوسينا؟ يا ستي ما عاش اللي بده يزعلك. بيتزا بيتزا. تفضلوا. يعطيك العافية. هلا فيك. شكرا. المنيو بعد اذنك. شكرا. شو حبيتوا المكان؟ للدوشي؟ هلا هذا المول كله لكم؟ يعني ما شاء الله. بتعرفي بابا شو بيقول؟ شو بيقول؟ الملك لله. شو هالمفاجأة الحلوة لك اختي؟ لك اهلين عبدو. اهلين كيفك؟ تمام؟ تمام. هلا خبروني قال انك جيتي على المول. طلعت تشوف اذا بدكم شيء لازمكم شيء. بعدين مين الصبايا الحلوين ما عرفتينا؟ هدول اخواته لهشام. شو نسيت؟ كانوا بالخطبة. لك اي والله عم بقول لحالي وين شايفه؟ لك يا ميت اهلين وسهلين. طلبتوا ولا لسه؟ لسه ما قررنا. لا هي عندي بقى. محمد ما بدك توصاي بتنزلهم من كل شيء عندنا خليني يدوقوا كل شيء. عيوني استاذ تكرم. وبس تخلصوا اكل بتمروا لعندي مشان نضيفكم شيء ما حلو تمشوا بدنا نضيفكم. لنشوف اذا بضل وقت. لك بضل وقت. كثير فرصه سعيده صبايا. انا تشرفت. فرصه سعيده. اهلا وسهلا. اهلين عبدو. باي. ندى ما قلتي لنا انه اخوك بيشتغل بالمول؟ سلوى شبكي شو الاسئله هي؟ اخي مدير المول. عن جد اخوكي مدير المول؟ ايه عن جد. شبه خايفه. خايفه من شو؟ خايفه يكون هذا لقائنا الاخير. انا ان شاء الله. شو هالحكي هذا؟ كيف يعني لقائنا الاخير؟ من شو خايفه؟ حاسه حالي مريضه. كيف يعني مريضه؟ ملكك ما فيك شيء؟ في شيء المكان عم بيوجعك مثلا؟ ولا شيء. لكن ليش عم تقولي مريضه؟ مريضه بس ما بعرف شو اللي عم يوجعني. كيف هيك ما عم افهم؟ معقول ما بتعرفي وين الوجع؟ هلا لا تشغلي لي بالي. ما دمتي موجوعه يبقى في مكان للوجع، حددي لي اياه. مثل وقت ما حددتي لي يومك المفضل بالاسبوع كثير صعبه؟ لساتك متذكر؟ انت متخيلتيني اني بكون نسيان مثلا؟ يلا قولي لي شو اللي عم يوجعك. من هذاك الوقت وانا موجوعه. اي وقت؟ وقت اللي سالتك عن يومك المفضل ايام الاسبوع. اليوم اللي اعتمدت فيه على شهامتك ودورنا بالشوارع. ومن وقت ضميتك وانا بتوجع حرمه. بتعرف شو عم فكر سافر لعند اهلي فتره. كيف بدك تسافري هلا ما الامتحانات صارت على الباب؟ ما عم فكر لا بالامتحانات ولا بالدراسه. ما بعرف شو اللي عملته فيني. قبلك أنا كنت كتير منيحة مرة. مين؟ أنا عبدو. إيه لحظة عبدو. بالعادة مثل هذا الوقت تكون عم تشخر. ايه والله بس للضرورة احكام. ضرورة؟ وشو هي الضرورة بقى؟ هلا سؤال على الماشي. ايه تفضل. هاي البنت اللي كانت معك بالمول اليوم اخته لهشام؟ ايه شبهها. مخطوبة شي؟ اها وفخرية؟ هلا شو بدك من فخرية؟ نسيري موضوع على فخرية، بيتنا استخارة وما مشي الحال. على فكرة شو اسمها؟ اسمها بوسينة وما أنا مخطوبة. إيه هذا الحكي اللي بينسمع. يلا تصبحي على ألف خير. وأنت من أهلك.